وقد عاش الإمام زين العابدين سلام الله عليه في خطوط متنوعة، فالفتح على العقيدة كلها وعلى الفقه كله وعلى الحكمة كلها وعلى الأخلاق كله، وكانت ثروة روحية في الأدعية التي تركها لنا، وهي أدعية روحية ثقافية عندما يقرأها المؤمن فإنه ينفتح على كثير من الآفاق الروحية والاجتماعية والسياسية وما إلى ذلك.